السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. نكمل معكم السلسله نفسها. بدينا فيها السلسله تكلمت عن بعض الميزات الاشخاص ما يعرفونها في الاي او اس، وشرحت لكم النوت. في فيديو ثاني الحين راح نشرح معكم المسج، برنامج الرسائل. طبعا اي برنامج راح اشرحه او اكثر برامج، ان البرنامج راح تكون في اعدادات في نفس البرنامج وفي اعدادات في نفس الاعدادات الجهاز نفسه. فلو نخش الاعدادات ننزل تحت نروح حق خيار الرسائل، هذا هو الخيار. راح اتكلم معاكم عن الخيار هنا وخيار البرنامج نفسه. تبدا راح اتكلم لكم عن برنامج الرسائل الاي مسج. الاشخاص اللي ما يعرفون كلمه اي مسج، تشغلها عندك تقريبا ما ادري الى الان صارت او الى الان موجوده دي الحركه، ان تاخذون منك تقريبا 20 هلله او شيء في دول الخليج انه يفعلها لك. المهم اذا فعلتها تقدر تفعل الاي مسج على خيارين، تقدر تفعله على رقمك وتقدر تفعله على ايميلك، وتقدر تفعلهم على اثنينهم بنفس الوقت. انا مش اقولهم مثل ما نشوف على اثنينهم بنفس الوقت. فتقدر مثلا اذا كنت في شخص تبي تعطيه رقمك يكلمك في الرسائل وعنده ايفون وتبي يكلمك في الرسائل وما تبي تعطيه رقمك، تقدر تعطيه الايميل حقي ويقدر يكلمك. طبعا تقدر تخش هنا وتسوي الاعدادات وتسجل ايميلك. لازم ايميلك يكون مسجل عند ابل وعندك حساب في ابل ستور عشان تفعل الايميل هنا عندك، وتقدر تكلمه في الاي مسج. هنا خيارات مشاركة الصور راح نتكلم لكم عنهم بطريقة خفيفة هنا، وفي البرنامج الرئيسي حق قبل راح نتكلم لكم أكثر عنه. فمشاركة الصور تقدر تحط الصورة حقتك، تقدر تحط اسمك. فالخيار ده ليش الحركة شنهي؟ إني مثلا قاعد أكلم شخص جديد الحين، رسالة رسالة حق شخص، في نفس المحل الرسالة راح يجي لك فوق خيار إنه يقول له مثلا أوه تقدر تضغط عليه يسوي له fill in، حتى لو إنه يعني يعبي المعلومات يحط الصورة حقتي اللي حطها واسمي. فإذا ما كان يعرفني راح يعرفني بالاسم، راح يطلع الاسم. تبي تقدر تشغلها تقدر تطفيها بكيفك انت من الاعدادات هنا. وبرضه في اختصار في البرنامج هناك او برنامج الصور نفسه، اظهار صور جهات الاتصال. انا مشغلها ان الاشخاص اللي موجوده عندي حط لهم صور فيطلعون عندي هنا الاشخاص. طيب نرجع معاكم. تحويل الرسائل النصيه، اشخاص مثلا عندهم رسائل اقدر مثلا بالايباد، انا عندي انا الايباد اوريدي مشغل فيه الاي مسج واللابتوب عندي مشغل فيه الاي مسج، لكن اقدر مثلا باللابتوب عندي اقدر ارسل رساله اس ام اس مش بس اي مسج، يخصم مثلا عندك رصيد يخصم من جوالك نفسه حتى لو جوالك بعيد عنك. هذا الخيار هنا تقدر تتحكم فيه بكيفك انت. هنا الخيار هذا لو صرت مشغله ان الشخص اذا كلمته في الرسائل، لو نخش معاكم هنا في الرسائل حتى في الاي مسج، يعني اهم شيء انك لو شغلته انت رسلت شيء يجي له مثلا تمت القراءه ان انت قريت الرساله، ما تبيها تقدر تطفيها. هنا رسائل اس ام اس مجموعات، يعني كيفك انت بتشغلهم، مثلا اظهار حق للموضوع اللي هو لجيت ترسل رساله جديده وقديمه، فهنا الموضوع تكتب الموضوع، هنا تكتب الرساله حقتك كلها. اوكي نرجع معاكم. هنا جهات الاتصال المحظوره ما راح افتح لكم، انك تسوي لك بلوك لحق الرسائل. من هنا عدد الاحرف انت تكتب رساله، تبي تشوف كم رساله عندك. هنا سجل تاريخ الرسائل، كيفك انت بيحفظهم الرسائل للابد عندك او يحذفهم بعد 30 يوم وكل شيء بكيفك انت. هنا تصنيف الرسائل غير المزعجه، عندي برنامج انا هنا مشغله تقدر تطفيه بكيفك انت، تقدر تحمل برنامج عندك مثل برامج القديم اللي موجوده نسيت اسمها اللي يعلمك جهه اتصال مثل اسم الشخص ولا كل شيء بكيفك انت من عندك هنا. والتصنيف هنا عشان يفرز لك عن البرامج او الاشخاص اللي رسلوا لك رساله عن اللي تعرفهم واللي ما تعرفهم. كيف تعرف الخيار ده؟ اذا شغلته ترجع راح تشوف الخيار عندك فوق من هنا، مثلا هنا المزعجه او الغير معروفه راح يطلعون لك هنا فوق. اذا كنت الشخص ما تعرفه فليش يكون معي هنا في الرسائل اللي انا بيها. اوكي نكمل معاكم. هنا الرسائل الصوتيه، مثلا اذا رسلت صوت بعد دقيقتين تنحذف عندك، ما تبي يحافظ عندك واجد، يعني ما تبي يحافظ ستورج عندك مثلا جهازك، ما تبي يحافظ رسائل كثيره بكيفك انت. هنا رفع الصوت او الاستماع، مثلا شغلت صوت ترفع اذنك تحط الجوال على اذنك علشان يطلع لك الصوت من هنا عندك ما يطلع السبيكر عندك. هنا لو تشغله لو ترسل الصور ودامك انت مثلا على الاعدادات على الشريحه ما تبي يحفظها لك بجوده عاليه او ما يرسلها بجوده عاليه عشان يخفف البيانات حق الصوره، فهذا الخيار. بس تقريبا هذا الالبوم الصور. لو نخش لكم برنامج صور رسمي كبدايه، في بعض الاشخاص عندهم صور كثيره او رسائل كثيره، كيف يبي يحذفهم؟ يقدر يضغط هنا، يضغط مثلا تحديد الرسائل ويقدر يحدد حبه حبه. ليش شيء معروف، لكن في شيء حطته أبل بالنسبة لي أفضل بكثير من الأشياء اللي نسويها إحنا، أو مش أفضل يعتبر يعني أسهل، إنك مثلا تحدد رسالة تبيها وتمشي كذا مثل ما نشوف. هذا أسهل لك بكثير، تحدد بكيفك أنت اللي تبي تمسحها وتمسحها كذا بذي الحركة، إنك تلمس عليه وتكمل، تبي فوق تبي تحت بكيفك أنت. فهذا الخيار. نتكلم لكم عن اللي فوق أول شيء. هنا
تفتح رسالة جريدة عادية، تضغط هنا وتكتب اسم اللي تبي ترسله وترسله. تقدر تكتب اسم شخص وتضغط مسافة، تكتب اسم الشخص الثاني، 3 أشخاص 4 أشخاص بكيفك أنت، وبعدين تكتب رسالة هنا وراح يصير جروب عندكم، يصير جروب عادي تصولفون مع بعض كل شيء هنا بالآي مسج. تقدر تسمي برضو الجروب وكل شيء بالخيار هنا. لو نضغط الخيار هنا نفسه، الخيار اللي موجود هناك انك تبي تسوي لك اسم وكل شيء، لو تكلم شخص جديد راح يجي له المعلومات حقتك حتى لو انه ما يعرف اسمك على حسب على الرقم حقك. فهذه الخيارات اللي فوق. هنا البحث، لو تبحث عنك اي رسالة عندك تقدر تبحث عنها هنا او اي كلمة عندك. فلو بنروح لكم الحين في الرسائل الطبيعية، مثل ما قلت لكم عن الموضوع والاشياء دي كلها هنا. هنا الرسائل تقدر تحفظها، تقدر ترسلها بكيفك، تقدر تسوي اشعار او ما تسمونها الحركة انك تسوي لك تنبيه على نفس الرسالة بكيفك انت. مثلا هنا شخص رسل لك رسالة وتبيها تكتب عليها حركة ويعلق، خلاص يجي له هنا يجي له تنبيه او يجي له اشعار انك ترسلت الحركة. فهذه برضو الحركة. هنا لو بتكتب الاشياء كلها وانك بتحدد برضو، نشوف التحديد، نضغط هنا تحدد الرسائل وتحذفهم او انك فورورد ترسلهم حق شخص ثاني او حذف الكل. طيب لو بتكلم لكم عن الخيار اللي فوق هنا عندنا موجود، اول واحد الكاميرا معروف. هنا الخيار الثاني هذا هو المتجر، هو مفتوحين التطبيقات اللي تحت موجوده، حتى لو انك ترفع الجهاز تبي تروحهم تضغط هنا يروحون، تبي ترجعهم ترجعهم كذا. البوم الصور معروف. اب ستور راح اكلمكم عن اب ستور، يبي له شوي حبه حبه يعني في اشياء كثيره موجوده فيه. فبالمختصر المفيد ان اب ستور انك تقدر تنزل برامج فيها استيكرات، في برامج حتى العاب تقدر في الاي مسج تسولف مع واحد تقدر تلعب معاه. فعندك اشياء كثيره هنا، البرامج اللي منزلهم يصير فيهم استيكرات برضو ينزلون عندي هنا. مثلا ابتسامه اختارها، اقدر اضغط هنا وارسلها، اقدر المس عليها وارسلها مثلا على كلمه كذا، مثل ما نشوف تروح على الكلمه نفسها كذا، هو راح يجي له نفس الحركة إن ترسلتها على الكلمة. والشخص إذا ما يعرف الاستيكرات هذه وانت رسلت له يقدر يضغط على الاستيكر نفسه، زي ما نشوف يطول عليه كذا يجي لك من الابتسامة، يضغط عليه يفتح له المتجر أو ينزلهم عنده له ويشوفهم عنده. هنا برضو لو كان عندك لعبة أو شيء تقدر استيكرات ينزلون لك في نفس اللعبة. هنا المتجر تقدر تاخذ استيكرات، تقدر تاخذ ألعاب كيفك أنت، تبي تلعب مع شخص تخليه يحمل اللعبة نفسها، مثل ما تشوف النرد هنا تلعب أنت، يجي دورك تلعب اللعبة بعدين ترسل الرسالة، تجي الرسالة يفتحها يلعب دوره ويكمل. في بلياردو وفي ألعاب كثيرة نفس سناب شات تقريبا. هنا أبل بي، أبل بي مش نفس أبل بي اللي موجودة في الخليج مثل السعودية الحين، مش أبل بي اللي موجودة عندك في الجوال إنك تدفع على طول، لا هذه أبل بي كاش، هذه متفاعلة عندنا في أمريكا، إنك تضغط عليها وترسل المبلغ، مثلا تحدد المبلغ اللي تبيه وترسل حق الشخص، الشخص يجي له في الأبل بي خلاص في حسابه في الأبل بي، يقدر يحولهم في البنك، يقدر يخليه في الأبل بي ويقدر يشتري بس برضو من أبل بي العادية إذا حتحولت هنا. فهذه خدمة غير الأبل بي العادية، دي أبل بي كاش من الإعدادات، برضو تقدر تطفيها وتشغلها بكيفك أنت. فهذه مش موجودة تقريبا في دول الخليج يعني. هنا الأكتيفيتي تقدر ترسل الخيارات، هنا برامج الأكتيفيتي موجود عندك، تقدر ترسلها رسالة عادية مثل ما قلت لكم، تقدر لا تسحب عليها وتحطها على أي ملصق عندك. هنا الميوزيك، إذا كان عندك ميوزيك ولا شيء أبل ميوزيك تقدر ترسل أغنية حق أي شخص يقدر يسمعها، طبعا توقع جزء من الأغنية ترسل هنا وتفتح لك أبل ميوزيك نفسه عشان يسمعها، فما راح نشغل الأغنية هنا. هنا في خيارات دي موجودة هنا، موجودة حتى في الأبل واتش، إنك تقدر تكتب حركة أي شيء تبي مثلاً، هلا ترسلها راح تجي لي نفس حركة خطك اللي رسلتها. تقدر برضو تصور نفسك أنت، تصور نفسك في نفس الوقت، مثلاً تضغط الحين كذا تقدر ترسم مثلث، تقدر ترسم حركات. إذا وقفت الحين تقدر ترسل حق الشخص، راح يجي له الحركة نفسها وفي وقت الرسمة حقتك، مثلاً الحين واقف مثل ما نشوف حركة الرسمة، وتقدر ترسل بالصوت بدون صوت. فهنا برضو تغير الألوان حقتك وتسوي أشياء، وهنا يعلمك الأشياء اللي تقدر تسويها، مثل ما سويت قبل شوي، تبي ترسل غبلة كيف الحركة، تبي ترسل الخط بكيفك. حلوة ذي الحركة وأنا استخدمها كثير على الساعة، أنك تكتب الشخص بالعربي وترسلها له حركة بسرعة. هنا الفيسات معروفة ذي الحركة، تقدر تشغلها وتقدر ترفعها وتشغل بالكاميرا حقتك بكيفك أنت، طبعا لازم بالفيس آي دي حقك إذا كان جهازك يدعم الفيس آي دي مش بالبصمة، هذا الخيار ينزل عندك. هنا البرامج الثانية والملصقات لو ترسلهم، مثل ما قلت لكم تكلمت لكم قبل شوي عنهم. فلو بنرجع الحين هنا الصوت،
لو بتضغط هنا وبترسل حق الشخص يعني رسالة صوتية، تقدر تسمع الصوت قبل ما ترسله مرة ثانية، وتقدر ترسله على طول أو أنك تقدر تحذفه. فبرضو إذا رسلت حق الشخص الرسالة الحين دي ورسلت له وهو مثلا شغل الصوت، الحين الصوت ما راح يطلع مثلا سبيكر، راح يطلع بالسماعة الأمامية، وتقدر مثلا تلعب فيه أنت بكيفك من هنا. إذا الصوت متوقف عيد التشغيل، فالخيارات حقتك من هنا تقدر تتحكم فيها، تقدر تحطها في أذنك عشان يشتغل على طول. فمثلا لو بنكتب كلام بترسل حق شخص، برضو في خيار ثاني انك اشخاص كثير ما يعرفونها، انك تسوي قبل ما ترسلها تضغط هولد على السهم نفسه اللي عندك هنا، يطلعون لك خيارات ثانية هنا، مثلا ضربة قوية مثل ما نشوف الحركة اهتزاز، فلو بترسلها له راح تجي لنا في نفس الحركة يهتز عند المحلذة كلها. فأي حركة تسويها مثلا تبيع عال ما ادري ايش بكمين عال، فالحركة تصير زي كده عنده الافكتات دي اللي تطلع. طبعا دي الحين نكلمكم عنها، لازم في الاي مسج مش رسائل اس ام اس، اي مسج باللون الازرق اي مسج. في حبر لو بوريكم الحركه ايش تسوي ذي، وعندنا كلام كثير طبعا لازم، فلو بنكتب طيب كتبنا الكلمات دي كلها، اه ما رسلتها او ما اخترت الخيار، فنضغط على هنا الحبر، نضغط بالحبر، لو بنرسله بالحبر راح يروح له كذا. طبعا مثل ما قلت لكم لازم اي مسج كلام بس مش باين شو اللي مكتوب فيه، فكيف تشوفه وهو الشخص لازم يلمس عليه ويسوي ذي الحركه، يطلع عنده مثل ما نشوف يقدر يوقف على الفتره راح ترجع لانه ما شافها كلها، فمثل ما نشوف يقدر يكمل ويطلع له كلام كذا. فحركه حلوه، تقدر تضغط نسخ، تقدر تضغط تسوي قلب عليها مثل ما نشوف. فأي حركة تسويها أنت هنا الشخص الثاني راح يجي له، حتى لو أنه أنت رسلت الكلام وهو سوى قلب أو سوى شيء عليها راح تجي لك أنت برضو نفسك. وبرضو الإفكتات تقدر تعيدهم مثل ما نشوف، مثلا لو بنضغط بسم الله هنا نشوف الإفكت شو يسوي، شفت الحركة. وبرضو في الشاشة هنا تأثيرات الشاشة مثل ما نشوف اللي يجي لك، أي حركة ترسلها راح تجي لك كذا أو أنه يجي له نفس ذي الحركة. فلو نحط عام برضو جهازنا راح أوريكم مثلا في بابلز، في فقاعات، في طبعا لهم صوت لكن راح أوريكم إياها. مثلا نختار هذه الأشياء كلها هنا موجودة كثيرة، فلو نختار مثلا هذه راح نسمع الصوت معاكم، لو بنرسلها ما أدري الصوت باين عندكم ولا لا، فصوت فاير تطلع ذي. فهذه الأشياء كلها في الآي مسج، يعني الرسائل من الرسائل هذه هي. فهذه الأشياء، هذه الأشياء اللي أتوقع الكل يحتاج يعرفها. احنا بتقدر مكالمة صوتية او بالفيس تايم معلومات، طبعا لو ضغطت فيس تايم هنا تقدر فيس تايم على طول جبريد. هنا الصوت تقدر تحول برضو فيس تايم بعد ما تكلم صوت فيس تايم اوديو. فهذا اللون الازرق مثل ما قلت لكم رسالة اي مسج. اذا رحت حق رسالة مثل ما نشوف هذه اس ام اس، هذه رسالة عادية بالاخضر وهذه اي مسج. هنا بالازرق تحت مثل ما نشوف الكلام او مش بالازرق، هنا مكتوب اي مسج، فلو برسل رساله الحين راح تروح له اي مسج. اذا ما راحت لاي مسج مثلا ما عند انترنت في ذيك اللحظه، فلو بترسل رساله طبعا ما اقدر اسوي لكم الحين، فكن لو برسل رساله ورسالة حق الشخص والشخص هذا ما بعد توصل له بس تم الاستلام، اعرف انه الان مثلا ما عند انترنت، فاضغط عليه هنا يطلع لي خيار هنا ثاني يقول لك ارسل بالاس ام اس، اضغط عليها تنقلب اخضر وتروح له. فاذا كان مكتوب هنا مثل ما قلت لكم مسج فراح يكون باللون الاخضر، اذا كانت بالاي مسج فراح تكون باللون الازرق. هذا المسج رساله عاديه، وبكتب حق الشخص راح تروح له بالرساله العاديه اللي هي الاس ام اس. طبعا برضو تقدر مثلا اذا تبي ترسل حق شخص الموقع حقك بسرعه، فانت فاتح الحساب حقه او المحرك حقته تضغط فوق على اسمه، تضغط على معلومات، تقدر تسوي له مشاركه او ارسال الموقع حقك، فارسل لموقعك على طول، حل موقعك حين الجهاز وارسل موقعك وين فيه من هنا من فوق معلومات الحركة. تقدر تسوي له مشاركة للموقع، فضغط مشاركة للموقع تبي مثلا تشارك له مكانك انت وين تروح مدة ساعة حتى نهاية اليوم الى اجل غير مسمى ولا شيء مسمينه كذا ما ادري، يعني انك تقدر تطفي وتشغله بكيفك انت بعدين. فضغط على الى اجل غير مسمى فالشخص راح يجي له اشعار ويقدر يشوف مكانك من نفس الاعدادات هنا، يعني يضغط هنا راح يشوف تنفتح الخريطة يطلع لك خريطة هنا او فايند ماي، برنامج فايند ماي اتوقع البرنامج هذا هو تحديد الموقع اسمه برضو، تضغط عليه راح يشوف موقعك هناك. اذا تبي توقف تقدر تضغط عليه هنا ايقاف او ان برنامج فايند ماي تسوي له ايقاف انت بكيفك.
وهنا الخيار انك لو تضغط مثلا تراسل الشخص كثير فتضغط معلومات تشوف الصور حقته كثيره كلهم هنا، كل الروابط راح تشوفهم من هنا، يعني كل شيء تراسلته مع بعض في الصور في الفيديوهات او الخريطه حقتك مثل ما تشوف الموقع حقه هنا تحت. هنا اخفاء التنبيهات، الشخص مزعج ما تعرف انت بس انه ما تبي تقول انك مزعج، فتشغل الخيار انه لو يجي لك انت اي تنبيه راح يوقفه. وهنا الرسائل مفهوم الكلمه، انك توقف عليه انك ما قريت الرساله او ما قريتها من الخيار. بس تقريبا هذه الاشياء اللي مهمه او الاشياء اللي تحتاج تعرفها في برنامج الرسائل الخاص في الابل. فهذا برنامج مجاني، راح اقول لكم مجاني، ما ادري تقدر تحذفه ولا ما تقدر تحذفه، ما تقدر تحذفه، فالبرنامج اوريدي بلت ان في جهازك ما تقدر تحذفه. فاكثر اشخاص لازم بس يعرفون، خصوصا الاشخاص الجدد، فرق بين الاي مسج وفرق بين المسج. الاي مسج محادثات مجانيه بينك وبين جميع اجهزه ابل، جميع اجهزه الاي او اس، جميع اجهزه الماك. فعندك كمبيوتر ابل تقدر تكلم اي شخص بالاي مسج، حتى يعني مثلا انت ما عندك ايفون، عندك لابتوب ابل تستخدم، تقدر تكلم اي شخص، تكلم ايباد، تكلم ايفون، تدق عليهم فيس تايم، برنامج الفيس تايم، فبكيفك انت. فهي برنامج محادثات مجانيه نفس الواتساب لكن حق اجهزه ابل بس. فهذا الفيديو، ففي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك المقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني، وانتظروني في فيديو ثاني راح اشوف لكم الشرح يعني يمكن ابستور، فانتظروني في فيديو ثاني اشرح لكم برنامج الابستور. والسلام عليكم.